السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في بداية هذا العام الدراسي الجديد. سأل الله أن يكون عام مليء بالأفراح والمسرات ومكللا بالنجاح والتوفيق، وأن يحفظكم الله ويحفظ عوائلكم من كل شر وسوء. طبعا محدثكم الأستاذ علي خلف، راح أكون وياكم بمادة الشبكات للكورس الأول والكورس الثاني. أعزائي، قبل أن ندخل في علم الشبكات دعونا نأخذ مقدمة بسيطة. عندنا هنا تعريف الكوميونيكيشنز، الاتصالات اللي يقصد به هو شيرينج انفورميشن. طبعا هذا الشيرينج كان بي لوكال وكان بي ريموت، يعني ممكن يكون محلي ممكن يكون عبر مسافات طويلة. طبعا الداتا كوميونيكيشن، تعريف الداتا كوميونيكيشن معناه هو تبادل للداتا بين جهازين via some form of transmission medium، عن طريق بعض الأوساط الناقلة مثل الوايرات. ممكن نستخدم الفضاء كما في الوايرلس كوميونيكيشن، الاتصالات اللاسلكية. طبعا حتى تحدث عندنا data communications لابد ان يكون عندنا أجهزة هي part of a communication system، جزء من نظام الاتصالات، وبالتالي فإن أي نظام اتصالات راح يكون مكون من hardware physical equipment ومن software اللي هي البروجرامز. فعالية أي data communication system، أي نظام اتصالات، تعتمد على أربع عوامل أساسية اللي هي الـ delivery والـ accuracy والـ timeliness والـ jitter. نجي نشوف طلاب شنو هذه العوامل الأربعة اللي تحدد لنا فعالية وكفاءة أي نظام اتصالات. العامل الأول اللي هو الـ delivery، حيث أن السيستم يجب أن يقوم بإيصال الداتا إلى الـ correct destination، إلى الواجهة الصحيحة. بمعنى آخر، أنا ما راح أقوم بإرسال رسالة لأحمد وهذه الرسالة راح توصل لعمر، أو توصل لعمر وأحمد، أنا داسل أحمد لازم توصل أحمد. العامل الآخر الـ accuracy، يجب إنه السيستم يقوم بإيصال الداتا accurately بصورة دقيقة خالية من الأخطاء. العامل الثالث timeliness، السيستم يجب أن يقوم بإيصال الداتا في الوقت المحدد لها، لأن أكو كثير من الداتا ما راح تكون ذات أهمية إذا وصلت متأخرة. الجتر يقصد به هو التفاوت في وصول الباكيت arrival time، في وصول الباكيت إلى الجهاز المستلم. طبعا هو هذا التأخير راح يكون بنقل الأوديو داتا والفيديو داتا. طبعا على سبيل المثال، اذا ملاحظين مثلا اذا انت تجري اتصال وراح تشوف الصوت يتاخر بعدها الصوت يرجع طبيعي، فهو هذا يقصد به الجتر اللي هو التفاوت في وصول الباكيت arrival. نجي نشوف شنو هي مكونات اني داتا كوميونيكيشن سيستم. طبعا كل نظام اتصالات راح يكون مكون من خمس مكونات أساسية اللي هي المسج والسيندر والريسيفر والترانسميشن ميديوم والبروتوكول. أول شيء المسج اللي هي نقصد بها الداتا المطلوب إرسالها، ممكن هذه الداتا تكون نصوص أو أرقام أو صور أو مقاطع صوت أو أوديو أو فيديو. أما السيندر فهو الجهاز اللي راح يقوم بإرسال هذه الداتا أو هذه المسج. طبعا هذا الجهاز ممكن يكون كمبيوتر، ورك ستيشن، تليفون، هانسيت، فيديو كاميرا وسؤال إلى آخره. الريسيفر هو الجهاز اللي راح يقوم باستلام هذه الرسالة، وكذلك ممكن أن يكون هذا الجهاز هو كمبيوتر أو ورك ستيشن أو تليفون هانسيت أو تلفزيون وسؤال. أما الترانسميشن ميديوم فهو الوسط الناقل اللي راح يكون بين السيندر وبين الريسيفر، وراح يمثل الفيزيكال باث. أما البروتوكول هو
عبارة عن مجموعة من النصوص اللي بتقوم بالتحكم بالداتا كوميونيكيشن. مثل ما تشوفون بهذا الشكل أعزائي، فإن أي نظام اتصالات راح يكون مكون من هذه المكونات الأساسية اللي هي السندر، الجهاز اللي يقوم بإرسال الداتا، والريسيفر، الجهاز اللي يقوم باستلام الداتا. عندي هذه هي الداتا بالإضافة إلى ترانسميشن ميديوم اللي هو الوسط الناقل بين السندر والريسيفر، إضافة إلى البروتوكولز اللي راح تحكم وتتحكم بعملية نقل الداتا من هذا الجهاز إلى هذا الجهاز. أما الـ Direction of Data Flow، اتجاه نقل الداتا، فراح يكون يا أما Simplex أو Half Duplex أو Full Duplex. إيش نقصد بالـ Simplex؟ معناها جهاز واحد راح يقوم بالإرسال والجهاز الآخر راح يقوم فقط بالاستلام. أما الـ Half Duplex فمعناها أنه كل جهاز ممكن يقوم بالإرسال وممكن أن يقوم بالاستلام، ولكن not at the same time، ليس في نفس الوقت. أما الـ Full Duplex أو الـ Duplex فمعناه أنه كل جهاز ممكن أن يقوم بالإرسال وممكن أن يقوم بالاستلام بصورة متزامنة في نفس الوقت، مثل ما نشوف بهذا الشكل اللي واضح أن الـ Direction of Data Flow. هنا عندنا الـ Simplex مثل ما تشوفون، جهاز يقوم بالإرسال وجهاز يقوم بالاستلام فقط. هنا عندنا الهاف دوبلكس، جهاز يقوم بالإرسال وجهاز يقوم بالاستلام، هنا جهاز يقوم بالإرسال وهنا جهاز يقوم بالاستلام، ولكن ليس في نفس الوقت. الفول دوبلكس أو الدوبلكس راح تشوف إنه الأجهزة قادرة على أن تقوم بالإرسال والاستلام في نفس الوقت. قبل قليل طلاب قلنا إنه الداتا الأساسية هي الأرقام والنصوص والصور والأوديو والفيديو. طريقة تمثيل هذه الداتا في كل نظام اتصالات هي راح تكون بهذا الشكل. عندنا النصوص راح تمثل بصيغة البت باترن اللي هو sequence of bit 0 أو 1، أما الأرقام فهي كذلك تمثل بصيغة البت باترنز، حيث نقوم بتحويل هذه الأرقام بصورة مباشرة إلى الباينري نمبرز. راح تسهل لنا هذه العملية طبعا التعامل مع هذه الأرقام بالعمليات الرياضية. الصور كذلك تمثل بصيغة البت باترنز، حيث أن كل صورة هي مكونة من مصفوفة من البكسلز، ماتريكس أوف بكسلز اللي تسمى هذه البكسلات كذلك بيكتشرز إلمنت. أما الأوديو فالأوديو هو إشارته راح تكون مستمرة continuous. أما الفيديو فممكن أن أمثله ك continuous signal، وكذلك ممكن أن أمثله على أنه هو مجموعة من الصور. طبعا هذه الصور ترتب بشكل يوحي إلى نقل الحركة، وبالتالي هذه الصور كل صورة أقدر أمثلها بصيغة البت باترنز. بعد ما أخذنا مقدمة عن أنظمة الاتصالات وعن المعايير اللي تحدد كفاءة أي نظام اتصالات وعن مكونات أي نظام اتصالات، راح ناخذ موضوعنا الرئيسي لهذه المحاضرة اللي هو النتوركس. طبعا كل نتورك تعرف على أنها a set of devices، مجموعة من الأجهزة. طبعا هذه الديفايسز ممكن نشير إليها كنودز، هذه النودز راح تكون متصلة مع بعضها عن طريق الكوميونيكيشن لينكس. طبعا كل نود ممكن تكون كمبيوتر أو برينتر أو أي جهاز عنده القابلية أو القدرة على إرسال بيانات، أو عنده القابلية أو القدرة على استلام بيانات مولدة أو مرسلة من نود أخرى على هذه الشبكة. طبعا معظم النتوركس تستخدم آلية Distributed Processing أي توزيع المهام. يعني إذا كان عندي فد مهمة task، هذه المهمة راح تكون Divided Among Multiple Computer، راح تقسم بين Multiple Computer.
بدل مما أنه أستخدم one single large machine أو one computer، وهذا الكمبيوتر راح يكون مسؤول عن أداء هذه المهمة. مثل ما تشوفون طلاب بهذا الشكل، هنا عندي simple networks مكونة من 6 computers، وعندي 2 printers متصلات مع بعضهن عن طريق جهاز يدعى السويتش. طبعا مثل ما تشوفون ما عندي كمبيوتر واحد مسؤول عن كل المهام الخاصة بهذه الشبكة، حيث انه المهام راح توزع بين اجهزة الشبكة. بمعنى اخر، اذا اردت ارسل رسالة من هذا الكمبيوتر الى هذا الكمبيوتر، فان مهمة ارسال هذه الرسالة راح تتوزع بالشكل الاتي: راح تقع جزء من هذه المهمة على هذا الكمبيوتر، جزء من هذه المهمة على هذا الجهاز اللي هو السويتش، وجزء من هذه المهمة على هذا الكمبيوتر. فهذه الآلية تسمى Distributed Processing. أما أنواع الاتصال طلاب، Types of Connection، فهي أما Point-to-Point مثل ما واضح بهذا الشكل، أو Multi-Point Connection. طبعا بالMulti-Point Connection راح يكون عندنا مجموعة من الأجهزة، راح هذه الأجهزة تتشارك نفس الوصف. مثل ما تشوفون هنا عندي 5 computers sharing the same link، نستخدم نفس اللينك، هذا هو اللينك للتواصل مع بعض. طبعا هذا الشيرنج يا اما يكون مكاني يا اما يكون زمن. بمعنى اخر، يعني اذا هذه الكمبيوترات تقدر انه تتواصل مع بعض وتأدي مهام انه ترسل رسائل احدها للاخر في نفس الوقت، فمشاركتهم لهذا اللينك راح تكون مشاركة مكانية تسمى Specially Shared Connection. أما إذا كان على كل جهاز إنه يستخدم هذا اللينك لوحده وعلى الأجهزة الأخرى الانتظار، فهذه المشاركة تسمى مشاركة زمنية Time Shared Connection. ربما تسألون طلاب، ليش نحتاج النتوركس وما هي الفوائد الأساسية للنتوركس؟ طبعا هذه هي النقاط توضح الفوائد أو المكاسب استخدام النتوركس. عندنا الفايل شيرينج، مشاركة الفايلات أو الداتا. عندي الهاردوير شيرينج، مشاركة الأجهزة اللي هي سواء كانت طابعات أو سكانرز أو سيدروم درايفز. عندي بمعنى آخر، إذا كان عندي مكتب به مجموعة من الموظفين، بدل ما أنه أجهز كل موظف بطابعة، ممكن نخلي طابعة واحدة وهذه الموظفين يشاركون هذه الطابعة. الـ Application Sharing، طبعا عندي بعض التطبيقات أو البرامج اللي راح تكون Expensive، فبدل ما نوفرها لكل موظف أو كل عامل، فأقوم برفع هذه الـ Applications على السيرفر، وبالتالي كل موظف أو عامل يقدر انه يستخدمه. طبعا عندي ممكن انه استخدم النتوركس فور كوميونيكيشن عن طريق الايميلز او النيوز جروبس او عن طريق المؤتمرات الفيديوية. طبعا الكثير كذلك من الالعاب تستخدم النتوركس. والفائدة طبعا المهمة والاخيرة اللي هي الفويس اوفر اي بي، استخدام النتوركس لاجراء الاتصالات الصوت الفويس كول، طبعا باستخدام الستاندرد انترنت بروتوكول، بدل من استخدام طبعا الاتصالات نظام الاتصالات القديم. نتكلم الان عن اجهزة الشبكة، نتورك ديفايسز. طبعا تعرف اجهزة الشبكة على انها equipment that connects directly to a network segment. طبعا هذه الأجهزة راح تقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تسمى الـ End User Devices اللي تشمل الطابعات وأجهزة الكمبيوتر والسكانرز وأي جهاز آخر راح يوفر خدمة مباشرة إلى اليوزر. أما المجموعة الأخرى فهي الـ Network Devices. هذه الـ Network Devices وهذه الأجهزة بهذه المجموعة راح تقوم بتوصيل الـ End User Devices مع بعضها حتى تسمح لهم بالتواصل.
طبعا كل End User Device يجب أن يحتوي على Network Interface Cards الـ NIC. طبعا Network Interface Card يسمى أيضا بـ Network Adapters، يستخدم لإيصال الهوست أو الـ End User Device مع الـ Network Media مثل ما تشوفون. عن طريق هذه الفتحة وهذا البورت راح نقوم بإيصال الـ End User Device مع الـ Network Media. طبعا يستخدم هذا الجهاز أو هذه القطعة الإلكترونية مثل ما تشوفون هنا، تعريفه is a printed circuit board اللي راح يكون مكانه بالـ expansion slot of a bus on the computer motherboard. طبعا يستخدم لتعريف هذا الجهاز على النتورك، وبالتالي راح يسمح لهذا الجهاز بإرسال إيميل أو طباعة تقرير أو سكان صورة أو أكسس داتابيس. طبعا كل جهاز أو كل NIC راح يكون معرف بميديا أكسس كنترول اللي هي يسمى الماك أدريس. يعني كل جهاز راح يكون له أدريس خاص يسمى ماك أدريس، يستحيل أنه يتطابق مع جهاز آخر. أما أجهزة الشبكات الأخرى اللي راح تستخدم لربط الـ End User Devices مع بعضها وراح تسمح لهم بالتواصل، فهذه الأجهزة راح تستخدم يا أما لـ Extend Cable Connection لتوسيع اتصالات الكابلات، أو لتركيز الاتصالات Straight Connection، أو لتحويل صيغة البيانات Convert Data Formats، أو Manage Data Transfer أو إدارة عملية نقل البيانات. مثال على هذه الأجهزة اللي هي الريبيتر والهابس والبريدجز والسويتش والراوترز والنتورك كلاود. مثل ما تشوفون طلابي هذا الشكل اللي وضح لنا الرموز لهذه الأجهزة. الجهاز الأول اللي هو الريبيتر، يعرف الريبيتر على أنه هو Network Device Used to Regenerate a Signal. يستخدم هذا الجهاز لإعادة توليد الإشارة سواء كانت الإشارة أنالوج أو ديجيتال. طبعا مثل ما تعرفون لأن الإشارة ممكن أنه يكون بيها ضعف أو توهين Attenuation أو خسارة، فهذا الجهاز راح يقوم بإعادة توليد هذه الإشارة. أما الجهاز الآخر اللي هو الهابس، فوظيفته هي Concentrate Connections، بمعنى آخر أنه راح يقوم بتوصيل مجموعة من الـ End User Devices أو الـ Hosts مع بعضها، وبالتالي يسمح للنتورك أن يشوف هذه المجموعة كـ Single Unit. مثل ما تشوفون بهذا الشكل هنا عندي ثلاثة أجهزة، الهاب قام بتجميع هذه الأجهزة مع بعضها، وبالتالي فإن النتورك راح يشوفها هذه الأجهزة كSingle Unit. طبعا الأكتف هاب بالإضافة إلى هذه الوظيفة ممكن أن يقوم بعملية إعادة توليد الإشارة Regenerated Signal. أما الجهاز الآخر البريدجز فله وظيفتين أساسية، الوظيفة الأولى Convert Network Data Formats تحويل صيغة البيانات في هذه الشبكة، وكذلك Perform Basic Data Transmission تنفيذ وإدارة نقل البيانات بين الشبكة. طبعا البريدجز راح يسمح لنا بالاتصال بين Local Area Network بين الشبكات المحلية مع بعضها، وراح يفحص الداتا هل انه مسموح لها انه تغادر هذه اللوكال اريا نتورك الى لوكال اريا نتورك اخرى او لا، وبالتالي راح يجعل كل جزء من هذه الشبكة هو اكثر كفاءة. اما الورك جروب سويتش فراح يضيف لنا الكثير من الذكاء على ادارة نقل البيانات. راح طبعا يوجد إذا كانت هذه البيانات should remain يجب أن تبقى على هذه local area network أو يجب أن تغادر طبعا إلى الواجهة الصحيحة.
طبعا الفرق اخر بين السويتش والبريدج، لان مثل ما تلاحظون انه اثنينهم يتحكمون بادارة نقل البيانات الاساسية، ولكن فرق السويتش عن البريدج انه السويتش ما يقوم بتحويل الداتا ترانسميشن فورماتس. نتكلم الان عن الراوترز. الراوترز هذا الجهاز اللي يملك كل قدرات الأجهزة اللي ذكرناها قبل قليل، حيث أن الراوترز ممكن أن يقوم بإعادة توليد الإشارة Regenerate Signals، وكذلك Concentrate Multiple Connections، وكذلك Convert Data Transmission Format، بالإضافة إلى Manage Data Transfers. مثل ما تشوفون كل هذه الخدمات ممكن أن يوفرها الراوتر، وبالتالي فإن الراوتر راح يسمح لنا بأنه نوصل أي Local Area Network اللي هي Network موجودة في مكان محدد صغير، ممكن أنه نوصلها بأي Wide Area Network، Network موجودة في مكان شاسع، ربما تكون Distance بين Local Area Network والWide Area Network هي مسافة شاسعة، ولكن باستخدام الراوتر ممكن انه نربط هذه التو نتوركس مع بعض، وبالتالي فان الراوتر يوفر لنا قدرات وخدمات لا تستطيع باقي الاجهزة توفيرها.